انا لقيت 3 محلات بيبيعوا لبس بالكيلو زي الوكالة، وجربتهم واشتريت منهم وصورتهم. فيلا بينا. السلام عليكم، معكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن محلات زي الوكاله. انا اتعاملت معاهم واشتريت منهم حاجات، بل هم افضل من الوكاله علشان هم بيبيعوا اونلاين. فاللي انا هتكلم عليهم النهارده ممكن تشتري منهم اونلاين او ممكن تروح لهم الستور بتاعهم عشان هم فاتحين ستور كمان. تمام، فيلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب، اول محل انا هتكلم عنه النهارده وهو محل اسمه ستايل كيلو براند. تمام، ده بيبيع بالكيلو، اتكلمت عنه الفيديو اللي فات وفي ناس طلبت مني ان انا اصور فيه واوريكم الحاجات اللي بيبيعها. انا والله نزلت بالكروكس والترينج ونزلت اصور فيه واشتريت كام حاجه كده علشان اوريكم برضو انا بشتري ازاي. طيب، هو عنوان المحل في المنصوره في طلخه، شارع صلاح سالم بجوار فودافون. يعني انت لو انت من المنصوره هتركبي طلخه هتنزلي ماكسيم اخر حاجه، وبعد كده هتعدي الشارع هتلاقي المحل جنبيه محل كشري مؤمن وفودافون. تمام، في بقى قدامه عربية ذرة مشوي لازم تشتري منه بعد ما بتطلع عشان بقى يعني تظبطي دماغك كده. طيب يا سارة، المحل ده كويس ولا لا؟ انا صورت فيه وانت بقى تقولي عليه كويس ولا لا. وهما اللي انا عرفت ان هما بينزلوا بضاعة كل يوم، يعني كل يوم بيحطوا ستاند كتير. تمام، بصوا بقى الناس بدأت تيجي في الفيديو ومش عارفه الصوت هيظهر لكم ولا لا. والله مستنياك يا عم. ده انت بص، انا مش عارفه هو بيبيع ايه، بس والله وحشني عشان يعني الناس دول كلهم كده وحشوني عشان انا بقالي كتير ما صورتش ومستنياهم، يعني مستنياهم يجوا في الفيديو. طب تعالوا نشوف مع بعض المحل واشتريت ايه ونرجع تاني. اول حاجه دخلت عليها وهو قسم لبس الرياضه، حسيت ان انا ما بلاقيش لبس رياضه كتير، فحسيت بصراحه ان دي فرصه. لقيت ماركات اديداس ونايكي، لقيت مقاسات كتير واشكال كتير، فدي فرصه حلوه للجيم والحاجات دي. بعد كده بقى دخلت على قسم البلوزات، لقيت ستايلات كتير، بس احسن حاجه في البلوزات او في الهدوم عموما عندهم ان هي وزنها مش تقيل، فدي مصلحه طبعا. يعني هتلاقي الكيلو كذا قطعه، هتلاقي الكيلو كتير. يعني انا مثلا بوزن البلوزه بلاقيها مثلا ربع كيلو او اقل من ربع كيلو كمان. عجبني قوي قماشه البلوزه دي، القماشه مش الديزاين خالص ولا الستايل، لان حسيت ان الاستيك ده هيبقى مش لايق عليا. تمام، غير كده كمان حسيت ان قماشتها هتكرمش جامد، وانا بكره الحاجه اللي بتكرمش، بكره اكوي. بس خدتها برضو، قلت هنقيسها، مش هتخسر يعني هو احنا كستات كده. وحسيت كمان ان هي مقاسها صغير، بس يعني انا عارفه في دماغي ان هو صغيره، بس قولي يمكن تطلع مش صغيره. يعني احسن حاجه فينا ان احنا ما نعترفش باحجامنا، يعني الواحده تبقى وزنها 3 اكس لارج تقول انا مقاسي سمول. هو عقليتنا كده، يعني سبحان الله الرضا في كل حاجه. فالبلوزه دي برده عجبتني قوي، بس حسيت ان هي مش تنفع خالص للمحجبات، يعني عايزه حاجه تحت وحاجه فوق وحاجه تغطيها. حسيت كده ان انا هكلفها زياده عن اللزوم وهبوظ شكلها، فما سبتها. يعني قلت يعني مش هينفع ان احنا نشتريها. قعدت بقى اتفرج على بقيه البلوزات. طبعا زي ما انتم شايفين كده البلوزات اغلبيتها شيفون فبتبقى خفيفه. دخلت بقى على البناطيل والجيب. انا كنت نفسي اشتري جيبه قوي عشان انا بقيت بحب البس الجيب. لقيت الوان كتير، لقيت ديزاين كتير، لقيت ستايلات كتير. ده عجبتني قوي، بس حسيت ان هي صغيره برضو، يعني حسيت ان هي صغيره وعايزه حد كده، يعني عايز حد يعني بيلبس كلاسيك كتير وانا ما بلبسش كلاسيك كتير. عجبني قوي البنطلون الاسود اللي هو ده، بس لقيته كبير قوي، كان ماركت اونلي، وكان عباره يعني هو وايد ليج، وعجبني قماشته جدا. بس يعني قلت هقيس انا كنت هاخده بروفا، بس هو المفروض تاخدي 3 قطع تقيسيهم، فقلت يعني انا كده كده عارفه ان ده مقاسه مش مقاسي يعني.
وعجبني برضو البنطلون الجينز ده جامد قوي، وعجبني ده بقى اكتر اكتر بنطلون عجبني. بس مشكلته ان هو كان كبير قوي، يعني الرجل الواحده تعتبر جيبه بالنسبه لي، ف يعني كان كبير، ف للاسف ما يعني مش نافع. وفي بناطيل لقيتها صغيره قوي عليا، يعني ما لقيتش ولا بنطلون مقاسي، كله لا صغير لا كبير، وده بنطلون حمل ولقيت بناطيل حمل كتير. بعد كده بقى استنيت دوري، طبعا دي مشتريات بتاعتي، طبعا دي بقى حاجتي اللي انا نقيتها، وحان الان وقت القياس والصدمه. طبعا انتوا مش عايزين تشوفوا شياكتي يعني. اللهم لا حسد. دي اول قطعه، بس حاسه ان مش انا يعني، بص يعني مش عارف. ماشي، دي اول قطعه. البوزه دي بقى اللي عجبتني، وعجبني لونها، اول ما لبستها حسيت ان هي نورت وشي كده، يعني حسيت ان انا لو سبتها هزعل. تفاصيلها جميله، وبرقه بقى اهم حاجه. دي بقى مش عايزه اقول لكم، انا دخلتها حشر وطلعتها ما كنتش عارفه اطلعها، يعني الايد مسكت في الايد، يعني بص كان شكلها مضحك قوي. البلوزه دي بقى كانت تفاصيلها حلوه قوي، بس حسيت اني مش انا، يعني عايزه بنوته رقيقه كده، حسيت اني مش شخصيتي، فما رضيتش اشتريها. بص انا متمسكه بالبلوزه البينك ازاي، يعني بص مش سايباها من ايدي، يعني مفيش حد هيدخل بروفا عندي بس انا ماسكاها في ايدي. البلوزه دي بقى عجبتني قوي، عجبني قوي التطريز الهاند ميد، بس طبعا ما دخلتش في دراعي، يعني عايزه حد صغنون خالص. والجيبه دي برضو عجبتني قوي. وده بقى وقت تعريف السعر، يعني عشان اعرف السعر، يعني زي ما انتوا شايفين كده كانت بحوالي 50 جنيه بس كده. يا رب يكون الفيديو اللي انا صورته لكم فاتكم وظهر الحاجات اللي عندهم. وكان نفسي جدا بقى ان انا اصور فيديو عن لبس براندات او كيلو او بالة او كده، واخش جوه بروفا واقيس وكده، كان نفسي قوي اعيش الجو ده. انا اصلا بتفرج على فيديوهات ثريفتي وزمي كتير، فهم بيقيسوا بقى قدام الناس وبتاع اليوتيوب، فبقول ايه يعني ازاي هعمل فيديو زي ده في المكان. فوالله انتوا ادتولي الفرصه ان انا اصور وكده بقى، كنت فرحانه قوي. وطلعت بقى من البروفا لقيت 3 4 واقفين مستنيين، والله يعني بس يعني اعمل ايه طيب، بس والله كنت بقيس بسرعه برضه، هنعمل يعني مشكله. طيب تعالى بقى اوريكم انا اشتريت ايه من المحل. اشتريت الجيبه دي، هي ماركه شي ان، اللي هي الجيب اللي هي بتتفتح كده، اللي هي كده يعني ملهاش وسط، بتتربط كده، هي قصيره مش طويله. طبعا انا كساره لازم اي قطعه بشتريها لو عرفت اعمل عليها سيرش بعمل، فطبعا دي شي ان، فعملت سيرش عليها على الموقع وفعلا لقيتها في الموقع لسه، وكانت سعرها 48 ريال اعتقد، اضربي بقى في 5.5، هي يعني هي كانت معديه ال 200 جنيه بكتير. طيب انا جايباها بكام على الميزان؟ جايباها ب 58 جنيه، 58 جنيه على الميزان. طبعا احنا عارفين دي حاجات شيء خفيفه، فهي خفيفه على الميزان. طيب كده كده هي انا قيستها كانت قصيره شويه، هي مقاس 6 وانا مقاسي 10، بس هي يعني كويسه. كده كده يا جماعه لازم البس على تحتها بنطلون، مستحيل انزل بجيبه اللي هي بتتربط دي من غير بنطلون، لان انا افرض انا الفيونكه خانتني، يعني افرض الفيونكه خانتني وكده، فكده كده لازم البس تحتها بنطلون اسود وهلبس عليها بوت، فالقصر مش هيبقى عندي مشكله فيها. وحسيتها ان هي شكلها حلو، انا اصلا بحب الستايل ده جدا، وبحب انا يعني مؤخرا كده بقت بحب الجيب والفساتين جدا، فانا دخلت اصلا ادور على جيبه او فستان علشان يبقى عملت حاجه مختلفه، لان انا ما اشتريتش قبل كده جيبه او فستان ستايلات الكيلو والحاجات دي. تمام، فدي كانت اول قطعه معايا وانا حاسه ان انا يعني فرحانه بيها. تاني قطعه اشتريتها وهي القطعه دي، القطعه دي انا رحت المحل 3 مرات، ال3 مرات لقيتهم وكنت نفسي اشتريها من اول مره، بس هي مقاسها اكس سمول، وانا طبعا بحب البس الحاجه تكون واسعه، يعني بحب البس لارج اكس لارج، يعني يوم ما بصغر بيبقى ميديم، ده بقى اكس سمول. بس بصراحه اشتريتها علشان لونها، يعني انا بحب لون البينك ولون الاحمر، وهما طالعين اصلا موضه، غير ان هما موضه عشان احنا مش لازم نمشي على الموضه. اول ما لبستها حسيت ان انا فرحت، حسيت ان هي نورت وشي، فقلت هشتريها. والحافز اللي اداني ان انا اشتريها ان هي برقبه، عارفين دي لو كانت رقبتها مفتوحه ما كنتش اشتريتها خلاص، بس هي برقبه، فيا دوب انا هلبس طرحه والبس عليها فوقها اي جاكيت، فمش يعني هتبقى حلوه قوي برده في اللبس. دي ماركه اسمها سيفن سيستر، اسمها سيفن سيستر، انا ما اعرفش الماركه دي، بس هي ميدن تركي باين، هشوف اهو، هي ميدن سيستر، ميدن سيستر ايه، سيفن سيستر واكس سمول، وعجبتني قوي. طيب دي كانت على الميزان ب 30 جنيه، لان برده هي مش تقيله قوي، وكمان مقاسها صغير خالص كده،
فكانت 30 جنيه، و يعني عجبتني قوي وحسيت ان هي حلوه يعني. تمام، ممكن البسها بقى على طرحه حمراء مبهجه قوي، وممكن البسها على طرحه بيج مثلا. ادوني اقتراحات ان انا البسها على ايه، لان انا مش عارفه. ان انا يوم ما اشتريتها انا تخيلتها على بنطلون جينسي ازرق وجاكيت جينس ازرق برضو وطرحه لونها احمر او بيج. فقولوا لي برضو انتوا ممكن تلبسوها على ايه لو اشتريتوها. تمام، طيب هنخش على تاني ستور هو بيبيع اونلاين، اسمه براندات ستور او نورهان جمجوم ستور. انا عملت، لو انت عندي على الانستا هتلاقيني عامله لهم ريفيوهات، فهتعرف تجيب اللينك بتاعهم بسرعه. مش عندي دوري عليهم على الفيس هتلاقيهم، عشان هم بيبيعوا اونلاين. انا اشتريت منهم 3 قطع اونلاين وواحده من الستور. تمام، فتعالوا اوريكم مع بعض انا اشتريت ايه. طيب اشتريت الجاكيت ده اشتريته اونلاين، سالتها على المقاس من تحت الباط بيبقى كام سنتي، لقيته مقاس الجاكيت اللي عندي فقلت لها تمام. الجاكيت ده عجبني جدا، انا اصلا بحب الجواكت اللي هي البيضه طبعا. وبصوا التيكت اهو ماشي. عايزه اقول لكم ان انا لبسته مرتين ولبسته بالتيكت، يعني نسيت اخلع التيكت، بس هو ممكن عشان التيكت شكله حلو فانا يعني بنسى اخلعه. تمام، بس انا لبست الجاكيت ده مرتين، وهو مقاس اكس سمول برضو. فهو يا راجل يا راجل، وده كان ماركت جانج يارد، معرفش ايه ماركت جانج يارد دي، بس انا حسيت ان هو حلو ومكتوب عليه سنو وايت عشان هو وايت وبتاع صح. اخر قطعه اشتريتها من براندات ستور او نورهان جمجوم ستور البلوزه دي، هي طوليه داخله على ستان او حرير، هي طوليه جدا تنفع للصيف، انا بحب قوي البرنت دي. طيب انا بشرحها لكم زياده عن اللزوم ليه، لان هم اغلبيه الحاجات اللي بيبيعوها بتبقى حاجات الستايلات دي. يعني انا شاريه بلوزه هوريها لكم شبهها برده نفس الستايل بس الوان مختلفه، فهم بيبيعوا الحاجات دي بتنزل عندهم باستمرار، فعشان كده بشرحها عشان لو عجبتك تبقى انت عارفه الخامه بتاعتها ايه. دي انا كنت جايباها على جيبه لونها اسود وطلعت حلوه قوي، وكانت في حدود 140 جنيه. تمام، دي بقى البلوزه الثانيه انا كنت بتكلم عليها. هي ماركه مش عارفه، بس انا حاسه ان هي دي مقاس اكس اكس لارج اصلا، بس هي تلبسها صغير قوي. دي كانت ب 60 جنيه، بس كانت فيها ديفو بسيط خالص كده ما خدتش بالي منه اصلا غير وانا بلبسها، ان فيها لون احمر كده. اعتقد ان هو اتشال لما غسلتها، اعتقد ان هي حاجه بسيطه خالص يعني. دي اللي انا كنت شاريها بقى من الستور لما روحت، يعني ما اشتريتهاش اونلاين. عارفه لو انا اشتريتها اونلاين مثلا وفيها حاجه بسيطه هتقول لك دي فيها نتشه بسيطه مثلا وبيعملوا عليها ديسكاونت، لكن دي انا كنت شاريها من الستور وكانت ب 60 جنيه باين. ف يعني بحبها قوي وبحب الستايل ده قوي، مش عارفه بقيت احبه ليه، بحس كده ان انا شعبان عبد الرحيم في نفسي كده مش عارفه في ايه. المهم بقى ان انا هي ماركتها دايموند دي مش عارفه ايه ماركه دايموند دي دي، بس هي برضو الخامه بتاعتها جايه على حرير شويه وتنفع اول الصيف، وبرضو بحبها قوي. انا بقى كنت شاريه برضو منهم، عدل بس الموبايل، انا برضو كنت شاريه منهم حاجات شتوي في الشتاء اللي فات. كنت شاريه الشال ده بصراحه حسيت ان هو لقطه، يعني انا بعمل كروشيه فانا عارفه يعني ايه حاجات هاند ميد. كنت شاريه الشال ده طبعا، انا طلعت لكم حاجات الشتوي، انتوا متخيلين بقى انا طلعت لكم حاجات من الهدوم الشتوي اللي انا شايلاها عشان اوريها لكم عشان تعرفوا بس ايه ان انا ما بقولش اي حاجه. الشال ده عجبني قوي وبلبسه والله العظيم، يعني انا فعلا بحبه جدا، وكان سعره اقل من 100 جنيه انتوا متخيلين. طبعا يعني اهو هو النقشه بتاعته اهي، ومش عايزه اقول لكم يعني انا كنت بحبه قد ايه. بصوا اقرب لكم اهي اهو، بصوا انا اصلا بحب الحاجات الهاند ميد جدا وبحترمها، فطبعا ده عايز غسيل يدوي. يعني انت لو اشتريتي حاجه من دي لازم تغسليها يدوي مش في الغساله، عشان ايه؟ في الغساله دي هتطلع لك بكر، مش هتطلع لك هتطلع لك بكره ماشي، يعني هتعيدي تدويرها تاني. لكن انت المفروض نحافظ على الحاجه ونحترمها كده وايه ونعملها. واشتريت منهم برضو البروفر الابيض ده، برضو لبسته كان جميل قوي وسعره كان ب100 وحاجه بس مش فاكره كام، كان جديد بالتيكت وكل حاجه.
هو مش مكتوب عليه ماركه ايه، تمام، مكتوب عليه ان هو مقاس ميديم، وهو شكله كده، هو شكله كده اهو، وظهره منقوش، ظهره منقوش ووشه ساده. انا بقى كساره ممكن البسه كده او كده عادي، هي كده كده هو ساده فمش هيبان وشي من ظهري، يعني ممكن نغير. يعني انا كنت جايباه على دريس فهو شكله حلو قوي. تمام كده انا وريتكم اتنين ستور ممكن تشتري منهم اونلاين، او ممكن تروح الستور وتعيشي حياتك عندهم بقى، واسعارهم حلوه، والاتنين بيبيعوا من الميزان او بالقطعه. تمام طيب تالت ستور عندي انا عديت عليه كده شفته في وشي فقلت برضو ايه هو ليه نصيب انه يطلع معايا في الفيديو. انا مشتريتش منه حاجه قبل كده، بس هو برضو بيبيع لبس بالكيلو براندات برضو. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبك واستفدت منه. وبكده اكون انا وصلت لك محلات زي الوكاله بتبيع براند بس بالكيلو وكمان اونلاين، فهو هيبقى افضل حل عملي، لان في ناس كتير ما بتعرفش تسافر بجد. فيا رب اكون ساعدتكم، وما تنسيش اللايك والاشتراك وتضربي زرار الجرس علشان يوصلك اي جديد. وشوفكم الفيديوهات الجاية، وباي باي.